اهلا وسهلا بكم. خلونا نواكب حركة الشارع الثورية ويعني ما يدور في الشارع هذه الأيام وأخبار المواطنين وعدد من التفاصيل. حنقرأ خبر وحنحاول نتداخل مع الجهات المختصة. طيب، ولاية الخرطوم تكشف عن حالات عنف من عصابات ومجموعات متفلتة. الخرطوم اليوم التالي، كشفت ولاية الخرطوم عن وقوع حالات عنف متعددة من العصابات والمجموعات المتفلتة على المواطنين وممتلكاتهم وعلى الممتلكات العامة في الولاية. وأشارت في بيان لها أمس السبت إلى استغلال البعض لتوجه الحكومة الانتقالية لحماية الحق في التعبير وعدم التعرض للتظاهرات السلمية عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة. واتهم بيان الولاية النظام السابق بممارسات غير قانونية، حيث قال تحركات من فلول النظام المباد لخلق حالة من الفوضى والإخلال بالأمن أو بأمن وأمان المواطن في عمل منظم لتشويه سلمية الثورة. وأكدت ولاية الخرطوم عن حسمها لتلك الفوضى، مبينة عن قيام الأجهزة الشرطية والعدلية بالولاية للتعامل مع المجموعات والعصابات المتفلتة طبعا وفقا للقانون للحفاظ على سلامة المواطنين وصون أمنهم. وأكد على الحق في التعبير ومواكبة التظاهر السلمي وحمايتها من قبل السلطات. وقال البيان إن حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي حق مكفول لكل مواطن سوداني بنص الوثيقة الدستورية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان، وهو أحد أهداف ثورة ديسمبر المجيدة ومكتسباتها التي لا تراجع عنها. طيب، يبقى الكل يعني بيعلم تماما انه هذه الايام البلاد في عدد من الاحتجاجات وفقا طبعا يعني ما يواجه المواطن السوداني من ظروف اقتصاديه صعب التعايش معها. يبقى حق التعبير مكفول للجميع، لكن يلاحظ انه بعض، نحن ما بنقول كل، انه في بعض التفلتات اللي استهجن المواطن نفسه، يعني المواطن نفسه أصبح مستهجن لهكذا تصرفات. البعض طبعا ذهب لأنه يعني ده جزء من فلول النظام السابق، هم اللي عايزين يشوهوا سلمية الثورة. والبعض مستهجن تماما أيا كان وبيسأل أين الجهات، يعني أين الجهات الشرطية والعدلية. نحن معنا الآن دكتور أول لواء شرطة دكتور عمر عبد الماجد، المتحدث الرسمي باسم الشرطة. يسعد صباحك بالخير يا دكتور. ألو، السلام عليكم. مرحبا استاذة. مرحب بك. مرحب بك، تفضلي. طيب، نحن بنتكلم عن انه حق التعبير مكفول للجميع. الناس بتطلع في الشوارع بتحتج عن وضع بتعاني منه البلاد او بيعاني منه السودان والمواطن السوداني، لكن يلاحظ انه في بعض التفلتات. الناس بتسال عن الاجراءات اللي اتخذت من قبلكم انتم. شكرا لاهتمامكم ومتابعتكم. هي مؤنث ونتمنى نسبة مشاهدة عالية، ودي فرصة لتوصيل رسالتنا للمواطنين الكرام. أولا يعني إحنا نحب نطمن المواطن وبكل صيغة بأنه الأمور تحت السيطرة. يعني بعض الأخبار تتداول عن انفلات أو انفراط يعني للأمن، هذه أو هذا المصطلح هو مصطلح طبعا خطير، اللي هو فقدان الأجهزة السيطرة على الوضع الأمني بشكل عام، وهذا ما لم يحدث وإن شاء الله لن يحدث. هي تفلتات موجودة لا نستطيع أن ننكرها ومغدور عليها، تتعامل معها قواتنا على مدار الساعة. الآن كمية كبيرة من المتورطين والمتهمين هم في غبطة الشرطة تمهيدا لتقديمهم لمنصات العداله لينالوا الجزاء المناسب وفق رؤيه الاجهزه العدليه. شرطه ولايه الخرطوم الان تعمل بشكل مستدام واستنفار لكل قواتها لصد هذه التفلتات التي تستثمر
التعبير السلمي الذي تفضلت بذكره للمواطن، وهو واحد من مكتسبات الثورة باعتبار أن المواطن الآن يعني يتمتع بقدر من الحرية للتعبير عن مطالبه وتطلعاته. هذا حق مقبول، والشرطة تستوعب هذا الأمر تماما، تقوم بحماية المتظاهرين، وهذا حدث في 3 يونيو بشكل حضاري رغم احتسابنا لشهيد من الشرطة، ولكن كانت هذه أو هذا التمرين الديمقراطي غاية التنظيم وغاية في التعاون والتنسيق بين الأجهزة المكلفة بحماية هذه التظاهرات وبين المتظاهرين. بالتالي الآن نحن ننظر بعين الحماية والتأمين للعناصر التي تريد أن تعبر سلميا عن مطالبها، عن إيصال صوتها للأجهزة المختصة، ولكننا في ذات الوقت ننظر بالعين المهنية لقطع شأفة كل الذين يحاولون يستثمروا هذه الظروف لممارسة أفعال أبعد ما تكون عن الممارسة الديمقراطية أو التعبير هي أعمال تنحصر. هم بيستغلوا هكذا أوضاع يعني لإحداث مؤكد. نعم مؤكد، هي فرصة للاستثمار. هذه المسألة تلاحظها في التجمعات البشرية على الشعائر الدينية، هناك أشخاص فعليا بالاستعداد لمناسبة الشعيرة الدينية في الموالد، حتى في شعيرة الحج على الركن من أركان الإسلام تتحرك مجموعات بعينها لأعمال مختلفة تماما عن الشعيرة، لأعمال النهب، أعمال السلب، ربما التحرش، أشياء كثيرة جدا جدا هي معلومة تمارسها المجموعات محدودة متفلتة. نحن نستطيع أن نقول نحن لهم بالمرصاد، نتمكن تماما من حجم هذه المجموعات. طيب. الآن كما ذكرت طيب. لك هناك مجموعة كبيرة من المتهمين في على مستوى محليات الخرطوم يجري التعامل معهم، ونطمع في تعاون المواطنين بمدنا بالمعلومات. لدينا أيضا الأجهزة المعلوماتية المتعلقة بجمع المعلومات منتشرة انتشار كثيف. لدينا الرقابة الإلكترونية تعمل الآن أيضا بشكل مستدام بكشف جميع أو هذه المجموعات والتي تقوم بهذه الأعمال المنافية للقانون. إذن هي رسالة منك تطمينية للمواطنين إنه في إجراءات تمت، بعض المجموعات تم القبض عليها وتقديم أيضا للجهات العدلية، وحينالوا جزاؤهم أو عقابهم. عايزين رسالة منك برضو للمحتجين الشباب. الشباب هم في الحقيقة أبدوا يعني قدر عالي من التفهم. هناك عدد من تنسيقيات رجال المقاومة أصدرت بيانات مؤازرة لبيانات السلطات على مستوى لجنة أمن الولاية، وعزمت على كشف هؤلاء المنتسبين وسطهم لأغراض منافية تماما. نعمل معهم بتنسيق تام كما ذكرت، ونردد ونقول أن حق التظاهر، حق التعبير مقفول دستوريا وقانونيا، نقوم بحمايته بشكل واضح دون مباراة. وفي ذات الوقت هذه التنسيقيات أو هذه المجامع من الشباب ربما هي توصلت إلى كشف المخطط الذي يعني يرمي إلى إشاعة الفوضى في هذا الجو من محاولات التعبير عن أوضاع معينة يحب المواطن الشريف الكريم أن يعبر عنها. بالتالي هي رسالتنا مزيد من التعاون، مزيد من خلق غنوات للتواصل. نحن نعمل في اتجاه واحد ولهدف واحد، بالتالي لا مجال أصلا لأي شكل من أشكال المواجهات، لا مجال لأي شكل من أشكال مقاومة الإجراءات التي نقوم بها، سيما في ما يتعلق بالمتفلتين. هذا خطر كبير، ونحب أن يكون
التعاون على اقصى بما في ذلك الاعلام، وانتم تقومون بهذا الدور بشكل أكيد. يعني سعادة اللواء انا بس حابة اسالك سؤال، باعتبار انه الاسافير بتنتشر فيها كثير من الفيديوهات، في فيديو متداول بصوره كبيره جدا احد المواطنين بيشكي من انه يعني تم الاعتداء عليه وضربه، ويعني جسمه يعني ممتلئ بالدماء، فالبعض ذهب لتكذيبه والبعض الآخر استهجن الموضوع، فمدى صحة الموضوع؟ أنا بسألك يعني حقيقة الفيديو متداول والميديا ترشح كما تعلمين الآن أي شخص يعني، والحاجة دي بتخيف المواطن وبتقلقه زيادة يعني. بالتأكيد نحن نؤكد بمعزل عن الواقعة تحديدا لأنها هي قيد التحري والتحقيق، حصلت بعض الاعتداءات على مواطنين، وبعض المواطنين حدث له أذى سواء كان بسيط أو جسيم، تم تدمير بعض المركبات بشكل جزئي وحصل تعدي. هذه المسألة حدثت فعليا لعدد من المواطنين الناشد الذين لم يبلغوا السلطات أن يقوموا بتبليغ السلطات لاستكمال الإجراءات والإفادات التي تكون مهمة في هذا الأمر. لكن ما نريد أن نقوله بأنه حتى هذه البؤر التي اشتعلت تحديدا في مناطق ربما على قبالة كبري الحلفاية من جهة الدرمان، الشرطة تعاملت معه، هناك بعض الأقوال تتحدث عن اختفاء أو تراجع الشرطة، هذا الوصف غير دقيق باعتبار أن الشرطة تعاملت مع هذه المجموعات فور وصول البلاغات. الشرطة تعمل بتكتيك تشغيلي يتيح للمتظاهرين التعبير عن سلوكهم، لكن إذا انحرفت هذه المسارات لأي سبب تكون الشرطة حاضرة، وهذا ما حدث فعليا، وتم التعامل مع هذه المجموعات المتفلتة وتم القبض عليهم. نحن لا نريد أن يعني رسالة الترويع والهلع والتخويف أن تستشري في المجتمع، حتى النقل على مستوى الميديا ينبغي أن يكون دقيقا، ينبغي أن يكون مسؤولا، ينبغي أن لا يوظف لأغراض الهدف منها الترويع. لاحظنا أيضا الأخوة خارج البلاد هم في حالة غلق كبير على زويهم وعلى أبنائهم في الداخل، لكن الأمور تحت السيطرة. هذا الأمر يحدث في كل المعمورة ونشاهده على القنوات وعلى الميديا، لكن عازمون تماما، وهناك تواجد شرطي يلحظه كل المواطنين اليوم على مستوى ولايات الخرطوم، انتشار مكثف وانتشار تم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى في مستوى شرطة ولاية الخرطوم، وهي تعمل على مدار الساعة لحسم هذه التفلتات التي يعني لديها أغراض معينة. شكرا جزيلا سعادة لواء شرطة دكتور عمر عبد الماجد المتحدث الرسمي باسم الشرطة، شكرا عشان أديتنا إفادة حول ما يحدث الآن وتحركات الشرطة تجاه بعض التفلتات اللي بتحصل. بنظل وبنقول إنه حق التعبير السلمي مكفول للجميع، لكن الناس تراعي برضو حق المواطن. و يعني فيما يتعلق بالقصة بتاعت المتاريس، هي أصل المتاريس في البداية لحماية المتظاهرين نفسهم، باعتبار أنه ما عندهم يعني هم بيحموا نفسهم سلميا، فدي القصة في البداية. يبقى لما تكون وبتكون في ميادين عامة بتكون وغالبا كانت في القيادة العامة، لكن لما تكون في الأحياء نفسها أنت أول حاجة بتعيق أبناء حيك من الحركة، يعني أول حاجة أنت بتبدأ أنك تعيق أبناء حيك في الحركة. فنحن بنتمنى الجميع يراعي القصة في التظاهر، يعني الأصل في التظاهر ذاته احتجاج على الأوضاع الحالية اللي بيكون فيها المواطن السوداني مغلوب على أمره واللي بيكون محتج، يعني ما في زول رضيان عن الوضع، لكن الناس تتظاهر بسلمية تامة وتلتزم بالحاجة دي عشان كبيرة جدا ويحصل هلع للمواطن نفسه. نسمع اللحن القادم ونتواصل معكم.